السلام عليكم غزالات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا زو بخير وعلى خير كما العاده. فيديو جديد، وهذا الفيديو غادي ندير فيه واحد الروتين اللي هو خفيف وظريف على حسب الشومبره ديال سوريا. كما كتشوفوا دابا يلا دخلنا للشومبره ديالها، خويتها ما كانش فيها حتى شي حاجه كما كتلاحظوا، نقيه، حيت من هذوك المسائل كلشي اللي كيكونوا فيها الناموسيه، شي كلش الحوايج بلاتي الاضاءه ما تسمعها هنا هي جات. المهم كندير لكم جوله خفيفه هكا ظريفه باش نشوفوا كي كانت وقبل وبعد النتيجه، قبل وبعد. هنا اللي بغيت ندير هاد البلاصه كنوريكم هي اللي بغيت ندير فيها البلاكار ان شاء الله، وهاد البلاصه غادي نخليها خاويه باش تقعد تحط فيها الالعاب ديالها ولا المسائل اللي كتخصها، هكا شي حاجه الا خاصها تلعب بها تما ماشي مشكل. هنا اللي غادي ندير ان شاء الله البلاكار، ودابا النتيجه من بعد فاش وجد ليا البلاكار. هانتوما غادي تشوفوها دابا معايا، هذا هو البلاكار اللي وجدت لسوريا بنتي. درت النص ديالو طبيقات بحال هكا، والنص الاخر درت لي هاديك سميتها، درت لي على ديك اللعيبه باش نعود نعلق فيه الحوايج، زائد خليت هذيك المساحه اللي كتكون اللور البلاكار ما وصلتوش حتى لحد تما باش نبقى نستافد منه. وهاد البلاصه هنا راني خليتها خاويه كما قلت لكم. ودابا غادي نبداو في الخدمه. غادي نبداو نمسحوا في هذا الشرزم. هذا الشرزم حكايته حكايه. هذا الشرزم ديما كنمسحو، وتقول نهار اللي رجع ليه كنلقاه حالته حاله. دابا لقيته عامر غبره، ما كيكون البرد تقولي الغبره دايره بحال الشتا سبحان الله العظيم. دابا كنمسح غير الجاج بالبرودوي ديالو عادي. لا، اول حاجه دابا هاد الشيفون كتمبرصه مع الكرسي، الشيفون في الزكتو بما دافي، وغادي نمسح منو هاديك التراب كله اللي كاين، باش غادي ندير الشيفون الاحمر هو اللي غادي يمسح ليا وغادي ينشف ليا. كيما شفتوا الشيفون ولا كحل كحل حالته حاله. وبالنسبه لذاك الشيفون الاحمر زويونين في المسيح ديال الزاج، غزاني غزاني. دابا لحتو لانه حالته ولات حاله مسكين. دابا غادي نشف الزاج. المهم كما كتشوفوا راه الفيديو هو هذاك، وقلت اول مره نبدل شي شويه، مابقاش ندير لكم غير الطبخ 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 الطبخ، قلت علاش لا بنديرش لكم روتين بحال هكا، روتين خفيف ظريف. لانه شحال هادي وكنت كنتسنى كنعيط للمعلميه باش يشوفوا لي بلاكارات البيت ديالها. كما لاحظتوا البيت ديال سوريا على شكل مثلث، الفوق عندي كله على شكل مثلث، يعني كنلقى صعوبه باش نشري بلاكار واجد، يعني ما عنديش الحل الا خاصني نفصلو. ايوا هما هذا كما قلنا اليوم اللي كانت جوج زويون زويون، كانت واحد الشميشه غزاله. ما عرفتش علاش عندي لا ميديتي الفوقي كما كندير كل مره كنمسح كنلقى نفس المشكل، كنلقى العود ولا زرق. يعني حرقتني الشمس في عينيا، ما عندي مشكل مع الشمس. كنخدم. ودابا رجعت لي هنايا كنمسح هاد لي زيتاجير من الا كانت شاكه شي غبره. كما لاحظتوا راه البلاكار ما لصقتوش على الحيط النيشان حتى لتحت، لتحتي خليته كله عرفتي شحال، خد لي واحد المساحه تبارك الله كبيره كبيره كبيره. هذوك السيكان كلهم اللي فيهم الحوايج اللي فيهم المونطوات، الحوايج ما كنستعملهمش ديما كنديرهم تما، زائد البايزه ان شاء الله خليتها غير الاخر باش تكون لي قريبه باش يقول لي نوض يجمع حوايج نمشيو. انا كنضحك. ايوا هذا كنمسحو هكا مسيحه خفيفه من الغبره وصافي. ايوا هذا كاين بيه، كي جاتني البيجاما زويونه اول مره نلبسها عجبتني، خفيفه ومبرده بيضه، ماشي بحال ديما السراول ما عادش تلقاي الواحد يلقى راحتو. هنا اول حاجه راني شطبت، درت لاسبيراتور في الاول ما بغيتش ندوزها على حساب صداع، داكشي علاش دابا تندوز غير واحد سيربيير واحد تجفيفه هكا خفيفه. وقولوا لي شكون اللي بحالي كيعز على تجفف بلا صنداره، ولكن كترد البال لانه كيزلق هاد الباركي كيزلق الا كان فازك. ما نقول لكمش كون جبت الربحه نطلع لطوندونس.
المهم غادي نبقاو نديرو. درت غير برودوي عادي، ما درتش جافير نورمالمون. انا اللي تحتي عندي في الدار اللي تحتي عندي غير الكارلاج، كندير لي جافيل، كندير كلشي ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للفوق عندي الباركي ما كنتفادى اي برودويات مجهدين، كندير غير برودوي ديال اللي في معطر وصافي، هكا الريحه زوينه كيخلي ليا وصافي، يعني ما كنديرش شي حاجه مجهده. هنا بقيت غير مضاربه مع هاد اللعيبه ديالي اللي كتشد لي التليفون، لانه عندي كما قلت لكم السقف عندي على شكل مثلث، يعني ما كتجيش هي هذيك في الطول ديالها، ما كتجينيش هو هذاك الحساب. هنا صافي كنحاول نشف الارض باش ندخل الحوايج، حلفات لا نشفات ليه الارض حيت كنديرو كنعاود مولفه، كنديرو كنخليها تنحس الشجر مخليها تنشف. المهم دابا حاولت نشفها على قدر المستطاع، غادي نحط الكرسي وغادي نجلس لان ما نقدرش واقفه على حساب السقف كما قلت لكم، نحاول نجلس للدار باش نخدم هكا على راحتي. وكان كما قلت لكم كنتمشى بشويه باش ما نجيبش الربحه. هذا من الحوايج ديال اللي كنعلق، كسيوه ديولها والمونطوات كنحاول نرتبهم بالالوان، كنديرهم السيري ديالهم من المفتوح المغموق، من الالوان كلها بوحده بعضياتها، نعزي لينا بالحاجه تكون منظمه منظمه. وفاش كنكون عيانين راه كنخلو كل حاجه على حيده وصافي. كما قلت لكم كنرتبو على حساب الالوان، هكا كيكون حاجه كتكون منظمه كتكون عاطيه للعين وكتكون زوينه، وكتكوني في نفس الوقت كترتاحي فاش تدخلي وتشوفي البيت مجموع ومنقي كترتاحي سبحان الله العظيم. ايوا هذا كان المهم، بقاو هكا ترتبوا الترتيب ارجعوا ندخلوا الحوايج الاخرين في البلاكا. هنايا صدرت امير وسوسو خليته مع باباهم خرجوا هكا باش نخدم على راحتي، وما يبسطونيش كل مره ندير بوز بوز بوز، قلت نخدم على راحتي. انا دابا ساليتهم هما هادوم بالترتيب اللي كنفضل انايا. دابا راني جبت كل الحوايج كلهم ديال سوريا كانوا مطويين، وغادي نبدا نحاول ندخلهم في لي سيتاجير كل حاجه بوحدها. كما قلت لكم ضروري كان عليا خاصني نجلس، لانه كما جلست غادي كل شويه نضرب راسي مع الفوق. دابا كنحاول ندير البيجامات ديالهم كل حاجه بوحدها، والكاميرا من طبيعه الحال كل شويه كتهبط لي الكاميرا ديالي. المهم راه كتشوفوا شنو كندير. بغيت غير نشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكنشكر المتتبعين الوفيين ديالي، وكنشكر المغاربه فين ما كانوا، وحتى الناس ديال مصر كنشكرهم، كنشكر اهل مصر تما بزاف 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 بزاف، والناس الحلوين اللي متبعيني. كندير تحيه لايه فاميليكا، كنحييها من هنا بزاف بزاف بزاف، وكنحيي اي واحد كيساندني وكيشجعني كنحييه من هنا، شكرا لي. وكان طبيعه الحال المغاربه هما الاولين على راسي من الفوق، كنشكرهم بزاف بزاف على الحضور ديالهم، وكنشكر الناس اللي غادي يجيو تما غادي يدخلوا وما ينساوش البسيمات هما، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. هنا مره كنشوف الكاميرا كنسى، حيت مره كنساها وكنلقاها هبطات. هنا هادو الحوايج ديال الصيف اللي كنحاول نرتبهم، هذه الجهه كلها من فوق حتى لتحت كلها ديال الصيف، لي شورت و لي تيشيرت و دي باردو كلشي كنحطهم هنايا، و دوك المينطات لي كنحتاج ديما تا هما كاينين تما، هكا باش تبقى حوايج الصيف بوحدهم، حوايج ديال البرد بوحدهم. و بالنسبة لحوايج ديال سوريا اصلا راني عزلت الحوايج لي صغار على حيدتهم، امير لي حيدتو اخر لحظة حيدت ليه الحوايج ديالو مكنتش عازلاهم. هادي السليله صافي خوات نحيدو علينا ايوا هذا كان. المهم هاد السليلات زويونين منظمين غزالين كينظمو الحاجه، كندير فيهم تقيشرات ليبات، ندير فيهم الاكسسوار ديال الوليدات والبنيات، غزالين كيحمقو. خديتهم في الغوز، خديت اربعه، خديت جوج في الغوز وجوج في البيض. جوج في البيض راه كاينين عند في البيت تاع امير، هنايا لي كوش ديال لا بيسين قلت لكم ان شاء الله كيتسناو العطله الجايه ان شاء الله، وباقي محتفظه بهم، كانت كل واحد خايده لي باكيه ديالو.
ان شاء الله العطله الجايه ونستخدمهم. كما قلت لكم هذه منظمات غزالين، كيجمع لكم تقشيرات، يجمع لكم اي حاجه بغيتوا فيها. ايوا دابا حنا سالينا من الحوايج من الطوا ديالو. كما قلت لكم راه كتشوفوا البلاكار ناقص منه الحوايج، لانه حيدت منه داكشي اللي صغار، حيدته منه شحال هادي. دابا كنحاول ندخل لها الناموسيه ديالها باش نلمطها وكلشي. واول مره كندير تقريبا بحال هذا الشكل ديال الفيديوهات، هذا الروتين من غير الصالون اللي كنت سجلت معكم، ولقى تفاعل كبير. يعني راه حتى نتوما الماكله طلعت لكم في راسكم، بغيتو شويه شويه التغيير. كلمتو لها الناموسي ديالها باش في العشيه تجي تلقى اللعاب ديالها وكلشي نقي وكلشي مجموع، حتى هي غادي تفرح مسكينه. ونتمنى الى عجبكم هاد الروتين تخلو لي تعليق غزاله ومحترمه. بطبيعه الحال الناس المحترمين خلو لي تعليق غزاله، وما يخلو لي تما بسيمات. والناس اللي بتكتب شي حاجه خايبه بلاش ما تدخلش عندي، ما عجبش الفيديو بلا ما تدخل، ماشي مشكل. انا كنرحب بكل الناس، كل شيء يدخل مرحبا، واللي ما بغاش ماشي مشكل، حر اي خرج، ما يخلي لا تعليق لا بصمه لا شي حاجه، يخرج ماشي مشكل. هنا كنسوس لهاد اللعبات، كانت خدمتهم لها عمتها غزالي مخيدات، وفي نفس الوقت فيهم لا ميوزيك، موسيقى غزاله كينعسوا بها. وهاد المخيدات كانت صيبتهم ليهم جداتهم، صيبت لها هذيك بالنونس ديالها، غادي نوريهم لكم دابا تشوفوهم. غزي ولين غزي ولين كيحمقوا. في الاول كانت كتخاف من هذاك النونس سوسو، دابا عزيز عليها. كنحطوا لها غير المخده ديالها تكون لها في الناموسيه ديالها، ولكن ما كتبغيش تنعس على المخده، المهم كتبغي تكون حاضره تشوفها قدامها، عزيز على حاجتها. دابا غادي نحاول ندخل هذاك البلاكار اللي كيكون فيه ليكوش وهذوك البرودويات اللي كتستعمل ليها، غادي ندخلو ان شاء الله. خاصني توابيت نصبغو، غادي نصبغو لها في اللون في الابيض ان شاء الله. هو هذا في المارو، غادي واحد كيعدي بالحاجه اللي عنده وحتى يسهل الله ويشي شي حاجه ما احسن ان شاء الله. غادي نحكو مزيان، نضربو عليه بواحد الحكه حتى تحيد داك اللون الفوقاني، وغادي نضرب عليه بصبغه في البيض ان شاء الله تجي غزال. ومن طبيعة الحال الشمره راه ماشي باطي باش صبغت بهذا اللون، كانت في الزرق، الزرق سماوي، كان حيت كان سوسو امير ناسين في هذا البيت، حاولت انهم بجوج ينعسوا، ساعات ما مقدروش ينعسوا لي بجوج في البيت واحد، داكشي علاش درتو في هذا اللون بين الموف والغوز، كيجي زويون. دابا حطيت طابية في الارض، زويونين دوك الطابية ديال الاشغال اليدوية، مصيبين باليد غزيولين. وهنا كنفرش غير شي فوطه صغيره خفيفه اللي كتصبر ليا كل شويه، تجيني ساهله في الصابون. وهذه هي النتيجه ديال الشمره ديال سوريا، هاد البلاصه فين كنبدلها كما قلت لكم بالبرودوي وكلشي، وبمتابعه الحال القران باش يحمي الوليدات الصغار، ضروري يكون القران الكريم في البيت ديالهم. وهاد الكرسي فاش كاين يسهروني ما كيبغوش ينعسوا ضروري كاين تما. انا هادي النويميسيه ديالهم على هاد الشكل قديتها ليهم. ايوا هادو هو البلاكار على الشكل اللي قديتو، بالطوا ديالو بالحوايج ديالو مرتبين. وهذوك السليلات تما خاصني نزيد منهم ان شاء الله، كما قلت لكم راه جمع فيهم التقشيرات ليبات الاكسسوار ديالهم لي بيجو ديالهم كنحطهم لهم تما. وهاد الطبق هنايا الطبقه الاولى دايره فيها غير الحوايج ديال الدار ديال النعاس، والطبقه الثانيه ديال الخروج، والجهه الاخرى كاينين فيها الحوايج ديال الصيفه. وبالنسبه لهنا كاينين لي غوب ولي مونطون لي فيست، كلشي كاين هنايا. واللوري كاين داكشي كامل اللي ما كنستعملش يوميا، يعني فين وفين باش كنستعملو هو اللي كاين تما. وهذه خاصني نشري لها واحد التوب على حساب الريدو، عندي واحد التوب ولكن ما عجبنيش، غادي نبدلها ستي ان شاء الله، خاصني نخرج نشري لها. عندي واحد ولكن شويه مابقاش عاجبني، واخا خدمته لها غير مره واحده مابقاش عاجبني، غادي نبدلو ليها. وهذا هو الشرجم ديالنا اللي غسلنا وكي دابا كيبري. ايوا هذا وكان هذا هو الروتين كما دوزت معكم. اسمحوا لي على الاضاءه لانني عندي غير وحده من هادو، داكشي علاش ما عنديش بزاف، داروا لي غير وحده في البيت، دوماج خساره. وداكشي علاش كتشوفوا الاضاءه شويه ناقصه، كنعتذر منكم
شو قاه احنا مزيان دابا. كنعتذر لكم على حساب الاضاءه، ولكن المهم دوزوا لي هذا الروتين كما كان. الا كان في شي حاجه هك وهك سمحوا لي، اول مره وخصوصا في البيت الفوقي.